بطولة كبيرة تانية حضرتك شاركت فيها، وهي بالنسبة لي شايف قيمتها عالية جدا، هي يورو 2000. السبب ان لحد النسخة اللي فاتت اللي هي من سنة ما كانش فيها اي حكم غير اوروبي يشارك في البطولة. اخر بنسخة حصل تبادل بين حكام اوروبا وامريكا الجنوبية، حكم اسباني راح حكم كوبا امريكا، وحكم ارجنتيني حكم في اليورو، فالموضوع كان حاصل في صورة تبادل. لكن حضرتك كنت رحت على عن جدارة اكتر في 2000، ازاي تم التعيين والناس تقبلوه ازاي هناك؟ هو ليه علاقة طبعا بادائي في 98، وليه علاقة بانه كان في احساس كده موجود عند المسؤولين ان انا مش عايز اقول اتظلمت، ولكن اني كنت استحق تحكيم المباراة النهائية. لما جت سنة 2000 المسؤولين في اوروبا هم نفس المسؤولين في الفيفا، مسؤولين التحكيم، فطلبوا من الاتحاد الافريقي الاستعانة بيا في البطولة بالاسم، يعني ما طلبوش حكم افريقي، طلبوا جمال الغندور. وحقيقة برضو كانت من ضمن الحاجات ان انا يعني انا لو وانا صغير وانا بحلم عمري ما وصلت ان انا احلم احكم في اوروبا ازاي وليه، يعني ما فيش سبب. فتم اختياري للبطولة، وتم تحديد المباريات من قبل ما اسافر على فكرة، برضو عشان بعض الناس متخيلة الامور بتمشي ازاي. احنا كنا 13 حكم فقط، البطولة 31 مباراة، فتم تعيين ال 13 حكم، كل حكم مباراتين، مش مهم حتى لو المباراة الأولى حصل فيها إيه، مباراتين من البداية، ف 13 في 2 ب 26 مباراة، فاضل 5 مباريات. الخمس مباريات بقى بيبقى فيهم النهائي، وما بيلعبوش هناك تلات ورابع. الخمس مباريات دول طبعا الحكام من أوروبا، فأنا من بداية البطولة متحدد لي المباريات اللي هحكمها. فكان لي نصيب حكمت اسبانيا والنرويج، وطبعا الاسبان كالعاده بيخسروا معايا، فخسروا من النرويج 1-0، ثم التشيك والدنمارك، ودي كانت مباراه طبعا برضو من المباريات اللي يعني كبيره. الدنمارك على فكره كان في الوقت ده من الفرق اللي بتنافس على ابطال اوروبا 92 بالظبط كده، والتشيك وقتها فريق كبير، واعتقد التشيك كسب الدنمارك 2-0، فبرضو كانت بطوله كبيره، وبطوله من البطولات اللي اتسجلت بالنسبه لي في التاريخ. عايز اقول لك مثلا كان في مؤتمر صحفي عاملينه، طبعا الاتحاد الاوروبي بيعمله، بيقعدونا احنا ال 13 حكم بس، هم عندهم حاجه يعني ال 13 حكم بس ما لهمش علاقه بالحكام المساعدين خالص، يعني مركزين على في الاخر اللي بيتشتموا هم حكام الساحه يعني. مركزين على حكام الساحه، فحط عملوا لنا 13 بنش كده، وكل واحد قاعد في مكان في نفس الغرفه الكبيره، وحطوا قدامه يعني كراسي عشان الاعلام لما يدخل اللي عايز يعني يتكلم مع حد بيروح له. مش عايز اقول لك ان انا لقيت انه تقريبا نص القاعة عندي والأسئلة لي أنا والتصوير معي أنا، يعني مثلا إعلام دنماركي مع كيم ميلتون نيلسون، الإيطالي مع كودينا، لكن أنا بقى من كل حتة في العالم جاي. الجديد بقى والغريب إن مفيش واحد عربي جاي عشان يتناقش معايا ولا يسألني عن البطولة، مش في دماغ الناس، مش مهتمين يعني، مش حساباتهم. محطات كلها محطات اوروبيه ومحطات اجنبيه بتعمل معايا انترفيوهات، وجينا اخر واحد خرجت من القاعه، لانك لازم تقعد لغايه لما تبص قدامك ما تلاقيش ولا واحد موجود، يعني معناه ان ما حدش عايز يسالك، فتقدر تتحرك تقدر تمشي. يعني تقريبا مثلا نص الحكام سابوا القاعه لانه خلصوا، وانا فضلت قاعد موجود للاخر. كان في اهتمام كبير بالمشاركه، وكان في كنت مرشح لمباراه بشكل كبير، حصل عليها كلام كتير، كانت مباراة انجلترا وألمانيا، ومنتظرين القرار، وجالي كده من حد منهم جمال اعمل حسابك انت ممكن تحكم المباراة دي. فضلت قاعد وهم بيتناقشوا، معرفش ايه الكواليس، وبعدين في النهاية اصدروا القرار ان كلنا الحكم وانا حكم رابع في المباراة دي. المباراة دي كانت في شارل واف بلجيكا،
احنا كنا قاعدين في بروسل كلنا، وبعدين بنسافر قبل المباراه بيوم للمدينه اللي هتتلعب فيها المباراه، حتى لو المدينه دي على مد على مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه، وبنبات هناك، وبعدين تاني يوم بنعمل المباراه ونروح. عايز اقول لك اليوم ده لما رحنا، فرحنا الاوتيل وقعدنا ومش عارف ايه، وعملنا تمريننا وبتاع، ونزلنا بقى نتمشى شويه في المدينه، مدينه صغيره في بلجيكا. فنزلين نتمشى، لقيت بقى صوت عربيات الاسعاف والبوليس وا 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 وفي كل حته، ايه في ايه؟ خيسو لقيت لك مثلا فوق ال 350 400 واحد نايمين على وشهم ومربوطين من بايديهم بالبلاستيك ده، والجمهور الانجليزي كسروا البلد وكسروا محلات، والبوليس عمال يقبض عليهم ويرحلهم. انا قلت ده احنا بكره هنبقى، في حرب باللي انا شايفه دلوقتي. تاني يوم رحنا الملعب، رحنا الاستاد، جمهور الانجليزي قاعد، اقسم بالله العظيم ما في حد حتى عمل اي حركه كده ولا كده جوه الملعب. وانجلترا كسبت، وألان شيرر اللي جاب الهدف، كسب 1-0 المانيا في المباراه، وخرجنا من المباراه جو تاني خالص مختلف خالص.